تقديم أدب رحلات بطريقة مبتكرة، يعني دخلنا فيها بعض العناصر من أجناس أدبية أخرى. أنا لاحظت أنك تكتب بطريقة مختلفة عن كتابنا المحليين، في رأيك ككاتب هل الرواية الإماراتية لا زالت متحفظة على قضايانا المحلية أو بدأت شوية تخرج من جمودها وتناقش قضايا أكبر؟ يعني مثل ما قلتي، هو الرواية الإماراتية أول شيء عمرها أكثر من 40 سنة، أول رواية طلعت في 71 راشد النعيمي، شهندة. ثانيا رواية علي أبو الريش، رواية الاعتراف، تم يعني اعتبارها ضمن 100 أفضل 100 رواية في القرن العشرين. فلذلك تجربتنا في تجربة الإماراتيين في الكتابة الروائية ليست جديدة، ولكن اليوم عندنا شباب مستكشفين، يعني طلعوا في فنون أخرى من الرواية، يعني تجاوز الرواية التقليدية. أنا أتصور يعني أن تجربتنا كشباب كتاب نستكشف أو نزاوج بين الأجناس الأدبية. لم تعد الرواية عندنا تقليدية، أو دعينا نقول أن هناك مثلا رواية رومانسية أو رواية السسبنس الغموض، ولكن اليوم دخلت رواية مثلا تتكلم عن السايبر وورلد، العالم الرقمي. دخلنا في رواية مثل روايتين هني، رواية المغامرة أو رواية الأدب الرحلات، يعني ميكس بين أدب الرحلات وبين فانتازيا كذلك. فانتازيا وفيها تحصلين تاريخ، ميثولوجيا، أشياء مختلفة من الأجناس الأدبية. فهذا تطور للرواية الإماراتية، ويمكن حتى على المستوى العربي، لأن قلما نشوف رواية تستكشف نماذج أخرى من الأدب. المسألة تحتاج إلى ثقافة أوسع، وتحتاج إلى التفكير في بعد آخر وخارج الصندوق مثل ما يقولون. فأنا أتصور أن روايتنا اليوم أو الرواية الإماراتية قادرة على يعني تجاوز الواقع إلى الخروج إلى استكشاف عوالم أخرى مثل ما نذكر هنا. الكاتب والروائي سعيد البادي، شرفتنا بوجودك ويانا اليوم في الحلقة. شكرا جزيلا. أن تخرج فيلما سينمائيا قصيرا يعني أن تحرك فينا الكلمة مشهد والعبارة أغنية، وما أشبه الحياة كلها بموقف أو قضية تمر بنا خلال دقائق معدودة في فيلم قصير. استطاع المخرج السينمائي والممثل عبدالله الجنيبي أن ينقل لنا العديد من قضايا حاضرنا من خلال عدة أفلام قصيرة التقينا فيه وتكلمنا معاه عن تجربته. زمان أول يقول العثور على جثة عائلة مكونة من 3 أفراد في البر. إذا كان الواحد محتاج مساعدة كان 1001 يساعده. فيلم الطريق، ثلاث شباب إماراتيين اتصلوا فيني، سأل عبد الله نبغي نصور فيلم ونبغيك تمثل معنا دور الأبو. أوكي، رحت صورت وياهم. بعد ما خلص الفيلم سأل عبد الله إيش رأيك في الفيلم؟ فيلم مو بحلو. ها؟ يعني ما بيفوز؟ قلت أيوه بيفوز، هذا زين إذا اختاروه. لا حرام عليك سأل عبد الله. قلت لا مو بحلو. إذا شو تسوي؟ تتسبون أنتم، نبغي فيلم، أنت عارف. دربوا، تعلموا، اشتغلوا، وبعدين روحوا قولوا وين الجائزة، وين نبغي نطلع الأول. فيا لسنا سوينا ورشة عمل، خذيت الثلاث شباب، علمتهم على الكتابة، كتبت لهم فيلم طريق. خذيت واحد منهم خليته معي كمساعد مخرج، خذيت الثاني خليته معي في الإنتاج، خذيت الثالث خليته معي في التصوير وإلى آخره. خلصنا الفيلم وفاز بأحسن إخراج في مهرجان دبي السينمائي، اللهم لك الحمد، وأحسن سيناريو في مهرجان الخليج، وشهادة تقدير في من فرنسا في مهرجان الخليج العربي.
وحمدان ما تزعل، خليت لك الاثنين يرفعون راسك فوق. مو بزين تسوي بعمرك كذا، الاعمار بيد الله. فيلم بحر كانت مغامره جميله جدا، اني انا اصور داخل البحر، وكانت الحدوته وايد روعه، والرساله كانت منها اللي هي الحب الابوي. كنا دائما نلاحظ ان الناس اللي يتكلمون عن الام والعاطفه الام وكيف الام تفدي ابنها وما الى اخره، دائما ملغاي دور الاب. يمكن اثار فيني هالغيره شوي، بغيت اقول لعيالي لا بعد انا احبكم تعالوا شوفوا، فسويت لهم هذا الفيلم. يمي 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 راعي البحر ما بغى ابا وليدي عمي والخني. فيلم مثل الحبل حصل ايضا على جائزتين، جائزه في اربيل جائزه لجنه التحكيم الخاصه، وجائزه في الاسكندريه ايضا جائزه لجنه التحكيم الخاصه. فيلم جميل جدا عن بنت ما تسمع ولا تتكلم، مراهقه صغيره عايشه في مزرعه مع ابوها العمي، ف التواصل بينهم يكون عن طريق الحبل، حبل مربوط بيدها وفي يدها، وين ما تروح هو وراها. وفي نفس وفي اثناء العمل اثناء الفيلم نسمع ترجي الابو لعياله، تعالوا ساعدوني، تعالوا شيلوا اختكم، تعالوا. فنشوف كل واحد فيهم مهتم بعالمه، اللي مهتم بشغله وبالترقيه وبيسر اوكي سير، واللي مهتم واللي خايفة من ريلها وتبغي تخاف على كنكونة بيتها فبالتالي خلاص ما أبغي، واللي عاق. هاي الأفلام اللي اشتركت فيها واللي كتبتها، والآن بصدد إن شاء الله أفلام جديدة بإذن الله. الحاجة أم الاختراع، وعلشان أوصل لحلمي كان لازم ألقى طرق معينة تتناسب مع إمكانياتي. أبغي أنتج فيلم سينمائي برسالة تربوية اجتماعية أسرية، بس ما عندي نص، فمعناته لازم أتعلم كيف أكتب. زين، الفيلم السينمائي قصير، وطريقة كتابة الأفلام القصيرة مختلفة جدا عن طريقة كتابة المسلسلات أو المسرح أو الأفلام الطويلة، لأنها عبارة عن تفاصيل وجزئيات صغيرة تعطي رموز، بعض الأحيان منها مباشر وبعض الأحيان غير مباشر. أنت ما كنت السبب يا أبوي، حط في بالك هالشيء. شو رايك بعد نطلع من البيت مره وحده؟ انا بالنسبه لي 70% من نجاح اي عمل الفضل له يكون لمدير الاضاءه والتصوير، المصور مدير الاضاءه والتصوير ياخذ فضل كبير، لانه يعتبر مخرج العمل الفيجوال الصوره. الكتابه امرها سهل، التمثيل امره سهل، المونتاج خلاص الفوتج كله موجود معاك، فبالتالي انت تركب هذا على هذا، ما عندك سحر تبي تسويه الا فيما ندر، يعني اذا كانت الفيلم محتاج هالشيء. فريقك الفني اذا ما كان مستوى عالي فعملك مستحيل يكون مستوى عالي. انا ما يخصني، انا ما يخصني، انتوا الاثنين مالكم غير حلوه واحد حلوه جد زيد، انت اللي ذبحته. بعدنا متابعين جولتنا في عالم الأدب والفن والموسيقى والسينما والجمال ضمن برنامجنا أبعاد ثقافية اللي تشرف عليه ندوة الثقافة والعلوم بدبي. خلكم ويانا. عندك بحرية سمر شرقية، عندك بحرية سمر
تؤمن سمية الشعفور بأن الصورة الفنية قصيدة بلا كلمات، وهي مصورة تعشق التصوير ليس في أوقات العزلة والتأمل فحسب، بل في كل دقيقة من حياتها اليومية. والصورة الناجحة في فلسفتها الخاصة هي مجموعة تفاصيل مرتبطة ببعضها وما تقدر تهمل أي جزء منها، وهي متخصصة في الإبداع والخروج عن المألوف. الصورة مميزة وملهمة، لنتابع. الصورة تعني لي هي عبارة عن لحظة تجميد اللقطة، وتظل على مدى الحياة أني أنا متى ما أبا أشوفها أي وقت يعني، سواء كانت مشوقة أو معبرة أو يعني أي شيء، المهم هاي اللحظة تكون مجمدة عندي. كنت أصور البحر، أصور البر، أصور حياة الشارع، يعني ما أخلي شيء في خاطري، كله كنت أوثقه وأخليه يعني في اللحظات السعيدة واللحظات الحزينة دائماً الكاميرا معايا. مواضيعي الخاصة اللي أحب أصورها التصوير البطيء اللي هو سلو موشن، أحب أظهر أشياء فيها، يعني بالسلو موشن تطلع أشياء عجيبة في الكاميرا. أول معرض ابتديت فيه مع جروب دار ابن الهيثم، اللي هو معرض مساجد اللي كان في دبي مول تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد آل مكتوم، وكان عبارة عن كل واحد يمثل المساجد في أي إمارة، في أي دولة، في أي مكان، وأنا مثلت صورة عبارة عن مسجد، المسجد من داخل بدون إضاءة بدون أي شيء، وأخذت الإضاءة من برا اللي هي يعني من الشارع. أما عن المعرض الثاني فهو كان في سكة آرت اللي هو معرض دبي الفني اللي يقام كل سنة من شهر 3. والأول صورة يعني شاركت فيها في هذا المعرض عبارة عن صورة شبك صيد مع والخلفية كانت ألوان. هاي الصورة وايد يعني أحبها يعني. وثالث معرض عبارة عن كان هو معرضي الشخصي في مطار دبي الدولي برعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، والذي كان يتحدث عن اليوم الوطني 40. آخر معرض والمحبب لي إن نفس المعرض اللي كان في سكة آرت نفس صار في 2014، كان بحضور سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.